الله الرحمن الرحيم. قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم يغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil peserta nomor Teki 302 akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 1 dan seterusnya halaman 396. Peserta nomor Teki 302 akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 1 dan seterusnya pada halaman 396.